عزيزي المواطن والمقيم، بهدف تعزيز السلامة المجتمعية تعلن وزارة الداخلية عن تدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية، واللي تهدف للتوعية والتثقيف بإجراءات السلامة لحالات الطوارئ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة www.ncpp.gov.ph. راح نتعرف أكثر على محتويات وأهداف المنصة، تشمل القائمة الرئيسية على آليات الاستعداد لحالات الطوارئ واللي تتمثل في الأيقونات الآتية: كيف أكون مستعداً؟ تشمل معلومات حول إجراءات الاستعداد للطوارئ والإسعاف الوطني واللي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي راح نتعرف من خلاله على إجراءات السلام العامة، أنواع الحوادث الكبرى، الكوارث الطبيعية، ومواصفات الغرفة الآمنة، وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أحداث المنصة. تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. تتطرق المنصة أيضاً إلى عدد من المواضيع المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، روابط واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية للحماية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.